على قلق كأن الريح تحتهم. الترقب المثقل بدقائق الانتظار يسيطر على عائلة التوأم منار وأبرار اللتين غابتا عن العائلة فجأة ومن دون سابق إنذار، لتعلنا عبر اتصال بالعائلة بعد 8 أشهر أنهما انضمتا لتنظيم داعش في ليبيا وتعملان مع التنظيم في مستشفى ابن سينا بسيرت. نجا التوأم وحان ميعاد العودة، عودة قد تبدد قليلا من ذهول العائلة المقيم لسنة كاملة. يعني واحدة فيهم كان زواجها بعد 3 شهور، والثانية كانت مستقرة جدا ومخطوبة، ما كان في أي حاجة بتوحي بأنهم هم ممكن يفكروا أي تفكير متطرف، لكن الكيفية إقناعهم دي مسألة لغاية هسه لا توصلت لها ولا عالميا. الحمد لله الحمد لله نحمد الله. دموع ونحيب وهتافات لألسنة تلهج بالحمد على تحقق حلم اللقية الذي ظل بعيد المنال لعائلات اقتلع تنظيم داعش فلذات أكبادها من أحضانها الدافئة الرحيمة. نشكر إدارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل على تسهيل لإجراءات الخروج. الحمد لله الآن عدنا إلى بلادنا. الحمد لله إن شاء الله يكونوا تغيروا لأحسن، يكونوا عرفوا أنه هم كانوا على خطأ، وإن شاء الله يكونوا يستوعبوا الدرس تمام. سوف يخضعوا إلى معالجات فكرية ونفسية، ثم يعاد تأهيلهم ويدمجوا في المجتمع في أسرهم الصغيرة والكبيرة. العائدون هم 7 نساء و3 أطفال تم توقيفهم من قبل قوات البنيان المرصوص أثناء تحرير سيرت من قبضة داعش، لتبدأ عملية إعادتهم بالتنسيق مع أجهزة الأمن السودانية والليبية والسفارة السودانية وكذلك مجهودات للجالية بمنطقة مصراتة، وهي المرة الأولى التي يعود فيها بالغون كانوا قد انضموا لتنظيم داعش بليبيا. سعد الدين حسن، العربية، الخرطوم.